الكل يتحمل المسؤوليه، الكل يتحمل مسؤوليه اخفاق المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ليست اول مره يتم فيها الاخفاق، اخفق في 2017 لم يشارك في 2018 نتيجه ايبولا، في 2015 اخفق، في 2013، يعني الاخفاقات مستمره وتتوالى. حتى في الفترات التي كنا نستحق الفوز بكاس افريقيا لم نفوز بها. سنه 98 ذهبنا بمنتخب جاهز 100%، ولا مع ذلك لم نستطع ان نفوز واقصينا في ربع النهائي امام جنوب افريقيا. اذا الاخفاق اصبح يلازمنا، اصبح في كل مره، حتى اننا اصبحنا غير قادرين على الفوز بكاس افريقيا، وربما اصبح الفوز بكاس افريقيا بعيد المنال جدا. يمكن ان نفوز بكاس العالم ولا يمكن ان نفوز بكاس افريقيا بتاتا. اذا الكل يتحمل المسؤوليه، والكل يجب ان يتحمل، يجب اعاده الهيكله في جامعه كره القدم، يجب اعاده الهيكله في الفئات الصغرى للفرق، يجب اعاده الهيكله في مجموعه، في منظومه كره القدم بصفه عامه. هذا كل ما يمكن ان اقول. انا اقول لك الكل يتحمل المسؤوليه، حتى لا اتحمل على اي جهه وحتى لا ابخس اي جهه اخرى، فالكل يتحمل المسؤوليه. وكان المنتخب المغربي دار، فهمتي، دار بون ماتش ما تاش لي الفوز، نتمنوا ليه حد سعيد في مسابقات اخرى ان شاء الله. بالنسبه للاقصاء ديال المنتخب فهو ما كنحمل اللعابه لا للجميع، فهي ضربه حظ وصافي، غير حظ. لو تسجلات كنا غايقولوا الجميع مزيان وذاك فريق مزيان، ما تسجلاش يعني راه الحظ هو اللي لعب في هذا، ما نحمل حتى شي واحد المسؤوليه. طبيعي لها الجميع شي عندها واحد النسبه ديال المسؤوليه لهاد الاخفاق هذا. شنو رايك في فوز القجع؟ هو كيبان لي فوز القجع داير لي عليه، ومع الحظ صافي مساله، هذا كيبقى حظ هذا، فهمتي؟ حيت كما شفنا الكره واخا كانت هي تربح المنتخب، كنا غادي نقولوا عاود راه الجامعه راه بالله راه خدامه مزيان وداك الشيء، ولكن الكره راه هي هذيك، يعني راه بنادم راه داك الشيء اللي عطى الله الدراري، هما راهم لعبوا يعني اللعب، راه بنادم راه كان كيشوف، فهمتي؟ هذه من القلب يعني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش